السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. اليوم بغيت نوجد لي مادلين، لي كاب كيك مانحين. تقدروا ديرهم في ليمو العاديين او لا ميني كيك. نبداو على بركة الله. انا غادي نضاعف المقادير، غنعطيكم المقادير بالحق. انا غنضاعفها، عندي 3 ديال البيضات، نصف كاس ديال الزيت، ياغورت مسوس، معلقه كبيره ديال الزيتون اسود، جوج حبات ديال الكورنيشون، الخيار مخلل، معلقه كبيره ديال الفرماج احمر محكوك، معلقه صغيره ديال التحميره، معلقه كبيره ديال الفلفله حمراء، واحد خميره، معلقه كبيره ديال السميده رقيقه، والدقيق. كنزينو بالجبن حسب الرغبه، كنزينو بالجبن. نبداو على بركه الله. بسم الله. عندي هنا البيض، الزيت، ياورت ضروري يكون مسوس، انا درت 6 البيضات، عطيتكم مقادير ديال 3 البيضات، غادي نكتبهم لكم. غادي ندير، انا ضعت المقادير، غندير جوج معالق ديال الزيتون، هادو جوج حبات، انا درت 4، جوج حبات ديال الكورنيشون، وجوج معالق كبار ديال الفلفل الحمراء. فرماج حمر، راه حكيتو شد في بعضياتو، هاهي إلا لاحظتو مدرتش الملحة، حيت الفرماج مالح، الخيار مالح، زيتون مالح. انا عندي معلقه صغيره، غادي ندير انا معلقه كبيره على قبل،
سميده رقيقه، من الاحسن رقيقه. والدقيق حسب الخليط. منساوش السميدة راه كتشرب. خمارة دابا نخلط مزيان، كيبان ليا الفرص بركة بلا ما نزيد. غادي نديرهم في القوالب ديال السيليكون، ندهنهم ونتلاقاو. هو الخليط عندي واجد، غادي نديرو في القوالب ديال السيليكون وندخلهم للفران درجة الحرارة 180. نتلاقاو ان شاء الله من مورا ملي يطيبوا. هادو هما لي مادلين بعد ما طابوا، عطاوني كميه لا باس بها وما كيبقى دغيا كيطيبوا، ما كيبقاوش بزاف في الفران دغيا كيكونوا واجدين. ممكن التزيين ديالهم ب كديروا الجبن في البوش وكتخدموهم. انا ما غاديش نستعملهم دابا، يعني ما غاديش نزينهم. كنتمنى تجربوا المقادير وتخليوا لي رايكم في التعاليق، وشكرا لكم، شكرا للمتابعه ديالكم، وما تنساوش لاجام والاشتراك في القناه. شكرا للجميع.